قبل زكريا ولد لابراهيم عن مثل هذا واشد ليه؟ لما قلت لك امراه زكريا كانت عاقره، امراه ابراهيم كانت عقيم، عقيما كما قالت هي، عجوز عقيم. العقيم بالتحقيق يا عباد الله لا تلد اصلا. العاقر تلد ولكن طرأ عليها ما يمنع الولاده. يعني عطل عائق عقرها يعني كانت فعطلها عقر الناقه كانت انما العقيم كما قال الله عن الريح ريح عقيم ما في شيء ما في اصل لا تخرج شيئا فالعقيم لا تخرج شيئا العاقر طرا عليها كما طرا على زكريا المشيب والوهن جيد